يا الله، السلام عليكم. الو، عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله خادم الزهرة، حياكم الله خادم الحسين. حياك الله. حياك الله سماحة الشاعر واثق الطائي. اهلا وسهلا بك. حياك، انا موالي، موالي من مصر وصديق لك على الصفحة. ما اعرفك والله. حياك، انا صديق، صديق ماي فريند، صديق معك على صفحة الفيس، واحببت ان انا اسلم عليك، موالي من مصر. والله لو وسهلا بيك، بس انا بالنسبة لي ما اعرفك. نعم، وانا انا يكفي ان انا اعرفك يا سماحة الشاعر واثق خليل الطائي، وانا متابع صفحتك، حتى امس كان اعلام الشعراء ناشرين عندك والامسيات اللي بتنزل عندك، فانا صديق لك. افا عرفني من الاول وخاف، فعمل ايه؟ سكر الخط. ادخل لهم بايه بس؟ ما انا دخلت وقلت لهم انا سني وعندي سؤال، مش هيسمع. خلينا نتصل عليه تاني، خلينا نجيبه تاني. ادخل عندي على القناه. يا الله، سمحت الشاعر واثق، انا اعتذر لو انا سببت لحضرتك احراج ان اتصلت عليك الان، حضرتك سكرت الخط في وجهي. يا اخي انا ما اعرفك والله، ما اعرفك، وانا سامع بيك انت تتجاوز وفي مال. لا والله وياك. طب تعال بس، تعال بما انك عرفتني خلاص. والله ما، والله ما بتجاوز. افا عرفت انه عرفني، عرفت انه عرفني، لكن انا سمعت بيك، انا ما اعرفك. قلت لكم واثق خليل الطائي من الشعراء والرواديد المعروفين في العراق، يعمل لدى مدينة الشدرة، يعمل لدى الشاعر حسيني، ويقيم في الناصرية. نعم انا اعرفك، قالوا لي عنك، قالوا لي انك بتتجاوز. بتجاوز بايه يا كذبه؟ هل رايتني اسب احد من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني احنا واخدين اتصال من قليل الشيعي ما اتحشر، سب ام المؤمنين عائشه بسب قبيح، ورب الكعبه استحي ان اطفالي الصغار يسمعوه، وهو قاعد في بيته عادي الشيخ علي الحسين اللي انتوا سمعتوه ده. لكن انت بتقولوا ان احنا بنتجاوز، واين تجاوزنا على ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن أولى بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منكم. احنا حبنا الشديد لآل البيت قادنا للتسنن، قادنا للعقيدة الصحيحة. مش حبنا الشديد لآل البيت يأمرنا باللطم والتطبير وصنمية ونسجد لهذه الصور ونعظم الهياكل العظمية لداخل القبور.